صحفي وين أسامة وين مؤسسة التسيير السياحي بفازة من السيدة عبيدة أبو هذه المبادرة الطيبة تدل على عمق التزام هلال الأحمر إلى جانب المجتمع الجزائري بكل فئاته وأطيافه، خصوصاً في شهر التقوى والتضامن، وسعياً إلى إعادة البسمة على وجوه المحرومين من خلال تبني قيم الشهر المبارك التي تتجلى عبر مظاهر التعاون والتآزر والغير. تفتخر مؤسسة أوريدو بمرافقتها للهلال الأحمر الجزائري طيلة شهر الفضيل من خلال مختلف العمليات ذات البعد الإنساني والتضامني، والتي شملت دعم مطاعم الهلال لفائدة الصائمين. قمنا بعمليات خيرية عديدة مع الهلال الأحمر الجزائري، خاصة تتمثل في مساعدة مالية يعني لتحضير طرود غذائية وزعت على العائلات المحتاجة عبر ربوع الوطن، وكذلك من خلال تمويل مطاعم الهلال، وخاصة كان مطعم هنا في تيبازا كان يعني استقبل كل العابر السبيل والمحتاجين خلال شهر رمضان المعظم. اللمة والله غير هايلة، كانت مأدبة إفطار ما شاء الله، وخاصة على شاطئ البحر. نشكرهم على هذه المبادرة القيمة اللي قاموا بدعوة الطفولة، دعوة الطفولة المسعفة ودار العجزة. كاين ماكلة عجبتني يعني. أنا مع السكر كامل، ماكلة عجبتني والله، عجبتني في كلش، في الملح، في الطياب، في كلش عجبتني. الله يعطي لكم الصحة. وهذو اللي سمحوا في الوالدين ماشي حق عليهم، لو كان قبلوا لمواليهم كيرباوهم كيتمحنوا عليهم، هذو انتظروا كراهم ياكلوا يلبسوا يديروا كلش. حنا ذيك الوقت وليدي الخبز ما شبعناش، نحوس وليدنا وين تكبر.